من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لعن بعض الكفار قال الله له: ليس لك من الأمر شيء. ومن المعلوم أيضا أن الدعاء على الكفار بالإبادة والإهلاك ينافي حكمة الله في بقائهم، كيف يمكن يا فضيلة الشيخ الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه عليهم كما مر علينا في هذا الدرس؟ في فرق بين الدعاء على الكفار عموما ولعن الكفار عموما ولعن أشخاص معينين. الدعاء لعن الكفار عموما والدعاء عليهم عموما هذا جائز بالإجماع، وأما لعن الكافر معين باسمه فهذا هو الذي نهى الله نبيه عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، ثم إن الله من على هؤلاء وأسلموا حسن إسلامهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قد عفى الله عنهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ففي فرق بين لعن المعين ولعن العموم، عموم الكفار. نجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة فلعنة الله على الكافرين. في فرق بين هذا وهذا، يجب أن الإنسان يفقه هذا الأمر. ونوح عليه السلام دعا عليهم عموما لما أخبره الله، قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما أعلمه الله أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم بالهلاك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم، هذا العلم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أعلمه الله بذلك، أعلمه الله بذلك، لذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام.